هنتكلم دلوقتي في الباب ده هو على رسم المنظور. ورسم المنظور بيبقى المعطى لينا مسقطين، والمطلوب ان انا من المسقطين دول ارسم الشكل او الجسم او الجسم الهندسي بتاعي في او الجزء الهندسي في 3D. في الواقع في انواع مختلفة لرسم المنظور، اشهرهم هو رسم المنظور على زاوية 30 درجة في الاتجاهين زي ما هنشوف دلوقتي بالتفصيل. هنبتدي الاول في اسس رسم المنظور. المعطيات في رسم المنظور بيكون عندي مسقطين لجزء، المسقطين دول ممكن يبقى رأسي وجانبي او رأسي وافقي، لكن لازم يكون فيه المسقط الرأسي. من المسقطين دول انا بحاول ارسم المنظور بتاعي. في البداية لابد ان احنا نتعود على حاجة، اول ما يجي لي مسقطين احاول منهم افهم او احاول اتخيل في ذهني شكل الجزء ايه في الاول قبل ما ابتدي ارسم المنظور بتاعي. لو انا تخيلت شكله ايه هيبقى من السهل ليا ان انا احول هذا الفهم او هذا التخيل اللي في ذهني الى مجسم على الورقة، وبالتالي فرسم المنظور هيمر بخطوات هنطبقها دلوقتي مع بعض. اول حاجة عشان ارسم المنظور لازم برسم مجموعة من المحاور زي اللي واضحة قدامنا دهيا. هذه المحاور نلاحظ هو محور رأسي ومحورين اخرين على زاوية 30 درجة مع الافقي ناحية مع الاتجاه الموجب الاتجاه اكس ومع الاتجاه السلبي لاكس، يعني محور واي اللي هو الرأسي ومحور على زاوية 30 درجة في بوزيتيف 30 درجة موجب من اكس، واحد تاني على 30 درجة من الاتجاه السالب يعني على زاوية 150 درجة من اتجاه اكس. التلات محاور دول اللي احنا هنرسم عليهم المنظور بتاعنا. اما الخطوة التانية فانا احدد ابعاد الخارجية للشكل بتاعي. فلو بصيت المسقطين دول هلاقي ان بالمواجهة في الاتجاه الرأسي عرض الكلي اكبر عرض للجسم بتاعي هو 160 ملي، وفي المسقط الجانبي مديني الارتفاع والعرض والعمق اللي هما 60 في 60، يعني دون هذا الجسم هو عبارة عن جسم هيترسم جوه حاجة ثلاثية الابعاد ابعادها 160 في 60 في 60. عشان كده اروح جاي على التلات اتجاهات دول واروح راسم التلات اتجاهات بتاعت المحاور واروح راسم عليهم متوازي مستطيلات زي اللي واضح قدامنا. يعني هذا المتوازي مستطيلات في الاتجاه الاولاني اللي هو على زاوية 30 درجة من اتجاه اكس، ده اللي احنا هناخد عليه 160، وبعدين في اتجاه العمق اللي هو 30 درجة المحور على 30 درجة من ناحية الشمال هناخد عليه البعد 60، والاتجاه الرأسي بتاع الواي هناخد عليه البعد 60 الثالثة. يعني النقطة اللي ظهرت قدامنا في الشكل هي النقطة اللي هي عند نقطة الأصل نقطة 4، دي في الواقع بتحدد لي الحرف اللي في المسقط الرأسي أقصى نقطة على الشمال، اللي هي على في المسقط الجانبي اللي هو باللون الفسفوري اللي هو النقطة اللي هو الكورنر اللي على اليمين من أسفل، وبالتالي دي إيه اللي هي نقطة 4 اللي هنبتدي إيه منها. النقطة 1 اللي ظهرت دلوقتي دي نقطة اللي هي النقطة في المسقط الجانبي، في المسقط الجانبي النقطة اللي على الشمال من أسفل، واللي مسقطها في المسقط الرأسي هي نفس النقطة أقصى نقطة على الشمال في المسقط الرأسي اللي النقطة اللي إيه في نهاية السهم بتاع 160 من ناحية الشمال. ليه؟ بمعنى كده ان النقطة اللي في المسقط الرأسي اللي هي أقصى نقطة على الشمال دي عبارة عن مسقط الضلع الأفقي السفلي في المسقط الجانبي اللي هو عليه البعد 60 ملي. وبالتالي في متوازي المستطيلات اللي قدامنا دون ليه معنى. أول حاجة الوجه اللي هو 160 اللي هو على الضلع اللي على اليمين بزاوية 30 درجة، ضلع الوجه ده اللي هو 160 في ارتفاع 60 ده في الواقع ده اللي بيمثل لي
المسقط الرأسي. أما الوجه بتاع ميتوزيس الاستطلاط اللي هو فيه الضلع أربعة، اللي فيه الضلع أربعة واحد، فده بيمثل لي المسقط الجانبي. وبالتالي في أربعة واحد ده الحرف السفلي للمسقط الجانبي، والمربع كله اللي فيه الضلع السفلي بتاعه أربعة واحد هو ده المسقط الجانبي للشكل بتاعي. هنكمل الشغل بتاعنا، نيجي على المسقط الرأسي. هلاقي المسقط الرأسي النقطة العليا اللي فيه سطح مائل، فيه النقطة العليا بتاعته على مسافة إكس من الحرف الشمال، أو من النقطة من أقصى نقطة على الشمال في المسقط الرأسي اللي هي النقطة أربعة، والنقطة أربعة فوقها على مسافة 60 ملي نقطة أخرى اللي هو حرف متزن مستطيلات. لو مشيت منه في الاتجاه اليمين لأعلى واخد المسافة إكس اللي هي موجودة عندي على المسقط الرأسي، حوصل لنقطة دي بتحدد لي بداية الحرف المسلوب أو الخط المستوى المائل. وبالتالي النقطة على مسافة إكس دي هسميها نقطة 3. النقطة 3 في نقطة تانية اسمها 2، النقطة التانية اسمها 2 دي على نفس المسافة إكس بس من حرف بتاع الوجه، اللي هو الوجه بتاع في عندي الوجه اللي هو الوجه الجانبي اللي هو 4 1 وبالارتفاع 60 ملي، اللي هي النقطة العليا على الشمال في هذا الوجه اللي هو ضلع منه 4 1 اللي هو الوجه اللي هو 60 في 60. النقطة العليا اللي على الشمال هاخد منها نفس المسافة اكس هتديني النقطة 2. لكن دي هننفذها ازاي في الرسم؟ انا لو جيت دلوقتي من النقطة 3 وحطيت عليها، حطيت عندي مثلث عندها على المسطرة حرف تي، والمثلث ده يكون مايل بزاوية 30 درجة، هبص الاقي المثلث ده هيقطع الحرف اللي فوق بتاع الوجه العلوي لمتزم الخط في النقطة 2، وبالتالي فالضلع 3 2 دون ده في الواقع بيمثل لي النقطة العليا اللي موجودة في المنظور اللي موجودة في المسقط الرأسي، النقطة العليا اللي بين اللي عندي نهاية الالتقاء بين السهم اللي مكتوب عليه اكس والمسافة الثانية اللي مكتوب عليها 60 ملي. هوصل بين النقطة 3 و 2 ودي يبقى توصيل اللي هو الضلع اللي بين لي في المسقط الرأسي نقطة اللي هي بين نهاية السهم اكس من ناحية السهم مكتوب عليه المسافة اكس من ناحية اليمين، والبعد الثاني اللي هو 60 نهايته من ناحية الشمال. اطلاق البعدين دول مع بعض تحتيه النقطة اللي هي على السطح العلوي للمسقط الرأسي، هي ده هو ده الخط 3 2 اللي هو مسقطه في الجانبي، هو عبارة عن الخط العلوي في المربع الفسفوري، الخط العلوي في المربع الفسفوري. اوصل بعد كده الخط 3 ب4 و2 ب1، فهيبقى عندي المستوى 4 1 2 3، والمستوى 4 1 2 3 ده في الواقع ده المستوى الجانبي اللي باين لي في المسقط الجانبي بخط مايل، ولو بصيت في المستوى الرأسي بخط مايل، وفي المستوى الجانبي هيبان لي بمتوازي او بالمربع اللي هو 60 في 60 الاصفر اللي احنا او الفسفوري اللي هو موجود في المسقط الجانبي. هنوضح الخطوط بتاعتنا، فهيبان لي تقريبا الشكل دلوقتي، وانا دلوقتي مشيت على الحروف اللي هي مكونة للمجسم بتاعي، فيطلع لي كما لو انه متوازي مستطيلات وشلت منه بالمستوى المايل دون مثلث او منشور قائم الزاوية ثلاثي. وبالتالي المنظر الصورة اللي ظهرت دلوقتي دي بتوضح لي المنظور ملون. ونلاحظ حاجة، ان السطح الفسفوري اللي باين في المسقط الجانبي هو السطح المائل اللي باين في المستوى الجانبي. لو بصيت من فوق هشوف متوازي المستطيلات الاصفر ده، هو الازرق المستطيل الازرق دون او الشكل الرباعي الازرق دون، وهشوف كمان لو بصيت من فوق عشان المسقط الافقي، وهشوف كمان اسقاط المستوى المائل ده هو الفوسفوري. وبالتالي فانا لو بصيت عشان اجيب المسقط الثالث للشكل ده هو هيطلع لي مثلثين مستطيلين، المستطيل الازرق ومستطيل ثاني فوسفوري جنبيه، ده في المسقط الافقي.
اما في لما لو بصيت في المسقط الرأسي هيبان الايه المستوى شبه منحرف ده اللي هو الايه الاحمر. بكده بقى احنا انهينا رسم المنظور لهذا الشكل. في التمرين اللي فات ده احنا عرفنا القواعد الاساسيه لرسم المنظور، وهي بيتمثل في اننا بالاول حاجه بنلخص اللي احنا عملناه. اول حاجه برسم المحاور اللي هرسم على اساسها. المحاور دي بيبقى عباره عن محور رأسي ومحورين تانيين. المحورين التانيين دول واحد ناحيه اليمين وواحد ناحيه الشمال على زاويه 30 درجه من الخط الافقي، كل منهم على زاويه 30 درجه من الخط الافقي. دي اول حاجه. تاني حاجه بحدد من المسقطين اللي هو بيديهم لي، هو لازم هيديني اما المسقط الرأسي والمسقط الجانبي او المسقط الرأسي والمسقط الافقي. بحدد منهم الابعاد، التلات ابعاد لهذا للمجسم اللي عندي، وبروح راسم متوازي المستطيلات بهذه الابعاد. وعلى هذا المتوازي المستطيلات ابتدي احط التفاصيل خطوه خطوه. التفاصيل كل جزء موجود في الشكل بتاعي في المساقط احاول احوله الى وضع في 3D او في المنظور على التوازي. هنطبق هذا الكلام ده على مثال تاني. الشكل اللي قدامي ثلاث مساقط لجسم احنا بنسميه في شيب اليمنت، يعني جسم في 3D ومعمول فيه مقطوع فيه جزء على حرف V. لو نبص هنبص نلاقي الحرف V ده هي القاع بتاعها اللي هي في المسقط الجانبي اللي هي النقطة اللي مكتوب عليها 20. دي المسقط بتاعها في الرأسي اللي هو الخط المنقط اللي على يمينه مكتوب 20. اما في المسقط الافقي فالتي ايه من الاسقاط هنقدر نحاول ايه نعرفهم هي فين. لكن في البداية لازم الاول الواحد يتخيل الشكل هو ايه، يعني من النظر لهذا الشكل المسقط الرأسي والجانبي، حتى مش لازم يكون عندنا الافقي، من اي مسقطين اتنين، يعني ممكن من المسقط الرأسي والجانبي او من المسقط الرأسي مع المسقط الافقي. الاحظ حاجة، الاحظ ان الشكل بتاعي عبارة عن جسم على شكل حرف L، وده واضح في المسقط الرأسي، مفتوح فيه الفتحة على حرف V اللي هي القاع بتاعها. كل ده باصص لمنظر للمسقط الرأسي اللي هو الخط المنقط وعلى شماله 20، ده القاع بتاع الحرف V. والقمة بتاعت الحرف V دي اللي هي النقطة 18 و19، دي هو أنا باصص من المسقط الرأسي هشوفها منطبقين على بعض زي ما هو باين عندي في المسقط ايه الرأسي على الخط العلوي فوق المكتوب عليه 19 و20. هذا الجسم قلنا زاوية، ففي جزء قايم وجزء نايم. الجزء النايم دون بص المسقط الرأسي، ما زلت هلاقي في خط منقط في الجزء الافقي بتاعه اللي هو مكتوب عليه من فوق 10 و11 ومن تحت مكتوب عليه 13، خط منقط اللي هو اسقاطه في المسقط الجانبي اللي هو المستطيل 6 7 4 3. يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن زاوية القاعدة بتاعتها مفتوح فيها حرف U اللي هي الجزء اللي هو 4 6 7 4 3، والجزء القائم بتاعها مفتوح فيها حرف V. مجرد التخيل ده هو اللي احنا بنعمله اللي يعتبر ضروري جدا، ده بيديني بقدر اكون صورة عن الشكل هو ايه. وان كانت الصورة تبقى مشوشة لكن على الاقل بتساعدني في عملية الايه الاسقاط. لو انا عملت الخطوة دي في الاول ابتدي بعد كده الخطوات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. واول خطوة فيها اللي هو ازاي ان انا ارسم المحاور بتاعتي، التلات محاور اللي هسقط عليهم اللي هم ايه ظاهرين قدامنا دلوقتي. بعد كده هو ابتدي اروح جايب ايه ابعاد الخارجية للمجسم بتاعي. الطاقة بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان هذا المجسم في الرأسي بتاعه العرض بتاعه 20 والارتفاع بتاعه 120، ومن الجانبي او من الافقي بمعنى اصح ممكن الاقي ايه كمان ان العمق بتاعه 120. معنى كده ان ابعاده الخارجية 120 في 120 في 120، وبالتالي ده شكل يعتبر ايه مكعب. هروح رسم المكعب بتاعي ان هو على المحاور اللي انا رسمتها، وهيظهر لي زي ما هو واضح ان انا بخط الايه الاصفر اللي قدامنا. عشان ابتدي دلوقتي عمليه الاسقاط لازم اخد بالي من حاجه. عشان اسقط هسقط جزء جزء، يعني الجسم اللي قدامي دون ممكن اتخيله ان هو جزئين، جزء راسي وجزء افقي، وده باين في المسقط الراسي واضح واضح بطريقه كبيره. يعني
طيب هذا الجزء لو خدنا الجزء الأفقي فقط، نلاحظ انه في المسقط الرأسي هو اعتبار من النقطة اللي مكتوب عليها 14، وبعدين النقطة اللي مكتوب عليها 1 6 7 8، وبعدين النقطة اللي مكتوب عليها 2 3 4 5، وبعد كده الخط اللي من النقطة 2 3 4 5 مر بالنقطة 10 11 لغاية تقاطعه مع الخط الرأسي، يعني اللي هو ايه المستطيل اللي في المسقط الايه الافقي، اسف، اللي في المسقط الرأسي، المستطيل التحتاني. طيب هذا المستطيل اللي هو اللي احنا دلوقتي بتكلم على الجزء الافقي من الزاوية اللي احنا بنسقطها دي، هذا المستطيل اللي هو اللي هي القاعدة دي مسقطها ايه في المسقط الجانبي؟ هلاقي في المسقط الجانبي اللي هي عبارة عن 3 مستطيلات، اول مستطيل المستطيل 2 1 6 3، والمستطيل 1 المستطيل 3 6 7 4 اللي هو المستطيل الكبير اللي في المسقط الجانبي، وثالث مستطيل اللي هو المستطيل 4 7 8 5. معنى هذا الكلام ايه؟ معناه ان انا وانا باصص للقاعدة جانبيا من ناحية الشمال لناحية اليمين شايف 3 مستطيلات. طيب لو بصيت بقى على مسقط القاعدة دي في الأفقي هلاقيها فين؟ هلاقيها اللي هي ايه؟ اللي هي الجزء اللي شكل حرف يو تقريبا كده، او مستطيل مقطوع منه مستطيل تاني. لو قلنا المستطيل الاولاني اللي هو المستطيل الكبير اللي هو عليه الارقام 5 2، وبعد النقطة اللي مكتوب عليها 6 و11 والنقطة 12، ده المستطيل الاساسي، متشال منه مستطيل اللي هو انه اللي هو المستطيل 4 11 10 3 اللي هو على الشمال في المسقط الافقي. يعني معنى هذا الكلام ايه؟ ان مسقط القاعدة في الافقي هو حرف يو بيعد بالنقط اللي انا هقولها دلوقتي كده على الترتيب، اللي هي النقطة 5 النقطة 4 وبعدين النقطة 11 وبعدين النقطة 10 النقطة 3 النقطة 2 النقطة 6 و11، ويمر على الخط الرأسي لغاية النقطة 12، ده اللي هو شكل حرف اليو. يبقى لو جمعت الثلاث مساقط مع بعض بالنسبة للقاعدة هلاقي ايه؟ هلاقي ان 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 في المسقط الجانبي مستطيل احمر مكتوب عليه 2 3 مستطيل، ومستطيل من الناحية التانية مكتوب عليه 4 و5. يعني معنى كده ايه؟ يعني في المستطيل ده هو المستقيم ده هو اللي هو 2 3 ده المستقيم العلوي في المستطيل 2 1 6 3، والمستقيم 4 5 ده المستقيم العلوي او الحرف العلوي للمستطيل 4 7 8 5. من قواعد الاسقاط اللي احنا اتعلمناها نلاحظ حاجة، نلاحظ ان المستطيلين دول هما اسقاط في الافقي، الحرف 2 3 في الافقي و4 5، واللي هو مسقطهم في اللي هو مستوى، ده مستوى ايه؟ مستوى جانبي، مستوى جانبي، يعني الاثنين دول كل واحد منهم مستوى جانبي. يبقى اذا مستوى 2 1 6 3 ده مستوى جانبي، اسقاطه في الافقي هو المستطيل 2 3، وفي الرأسي هو الخط اللي مكتوب اللي بين النقطتين 1 6 7 8 والنقطة 2 3 4 5. والمستطيل الثاني اللي هو 4 7 8 5 في الجانبي، ده مستطيل جانبي لأنه ظاهر بشكل حقيقي في المسقط الجانبي، ومسقطه في الأفقي هو المستطيل 4 هو المستقيم 4 5، ومسقطه في الرأسي هو نفس المستقيم اللي كان مسقط المستوى الأولاني اللي هو المستقيم اللي بيمر بين النقطتين 1 6 7 8 والنقطة 2 3 4 5. يبقى أنا هاجي من النقطة نقطة الأصل في الأيزومتريك، وهاخد الارتفاع 1 2 من النقطة الأصل زي ما هو واضح قدامنا كده، أو بمعنى أصح هاخد البعد 1 2 دون والبعد 3 6 المسافة بينهم على ناحية الشمال اللي هي من النقطة 1 ل6، والنقطة 1 ل6 دي المسافة بتاعت النقطة من 1 ل6 دي واضحة في المسقط الجانبي، ممكن ايه
اعرفها يعني. انا عندي المسقط الجانبي عرضه كله 120، في الوسط 80، المسقط الجانبي عرضه كله 120، في الوسط مستطيل عرضه 80، وبقى يتبقى لي بال 120 40، يبقى نقطة من 1 ل 6 دي 20 مللي، ومن 7 ل 8 برضه 20 مللي، يبقى من النقطة 0 وهاخد مسافة 20 مللي واحدد نقطة 6. وبعدين من النقطة 1 في الايزومتريك دي اخد مسافة اللي هي المسافة اللي هي 120 هديه النقطة 8، ارجع من مسافة 20 مللي هديه نقطة 7. اخد من النقطة 1 و6 و7 و8 مستقيمات رأسية عمودية، وهاخد مسافة 1 2، مسافة 1 2 دي هي هجيبها من ايه، من المساقط اللي هو مديها لي. يعني اذا كان مثلا ده ال نفترض مثلا ان هو طوله مثلا في حدود مثلا 30 مللي، اذا كان 30 مللي يمكن الابعاد هنا مش واضحه، لان احنا بناخد بس الفكره يعني، الابعاد مش كامله، مش موضحه على الرسم. لو ان هو 30 مللي يبقى هاخد من 1 ل 2 دي 30 مللي، وموازي ليه من 6 ل 6 3، وموازي ليه 7 4، وموازي ليه 5 8 5، وكل دي كل الاطوال دي هي بتاعت المستطيلات دي هي المستقيمات دي مثلا ال 30، وهاخد خط اوصل 2 ب 3 و4 ب 5. ونلاحظ ان 2 ب 3 و4 ب 5 ده يعني خط 2 3 والخط 4 5 ده اللي هو في الايزومتريك دوت، ده خط يوازي خط الاسقاط او المحور اللي انا رسمه اللي هو مايل بزاويه 3 درجه على ناحيه الشمال. يعني معنى كده ان الخط 2 3 والخط 4 5 بيميلوا بزاويه 30 درجه. يبقى انا ممكن اعملهم ازاي؟ بان انا احط المسطره التي بتاعتي واحط فيها المثلث ال 30 60 على الزاويه 30 بتاعتي، واروح ايه واخد خطوط اوصل 2 ب 3 و4 ب 5. اصبح عندي المستطيلين دول، ونلاحظ المستطيلين دول بيدوني الوجهين الخارجيين لشكل حرف يو من الناحيه الجانبيه. لاحظ ده لغايه دلوقتي احنا اسقطنا وجهين اتنين بس، او مستويين، هم مستويين الافقيين، اسف المستويين الجانبيين اللي هم ظاهرين في المستوى في المسقط الجانبي، اللي هم المستطيلين 2 1 6 3 و 4 7 8 5. لكن في مستطيل تاني اللي هو 3 6 7 4، لما نشوفه في الجانبي، لما نشوفه ده اللي هو في الجانبي، لما نشوفه في المسقط الافقي هنلاقيه اللي هو النقطه من 10، الخط المستقيم الواصل بين النقطه 10 والنقطه 11، واسقاطه في الراسي اللي هو الخط المنقط الدوتد لاين بين النقطة 11 10 والنقطة 13. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذا المستوى وانا باصص في الاتجاه الرأسي مش شايفه، لكن وانا باصص في الجانبي شايفه، وانا باصص افقيا شايفه كخط مستقيم، خط مستقيم اللي هو 10 11، ومسقطه في الرأسي خط مستقيم برضو اللي هو الخط الدوتد لاين بين 13، النقطة 13 والنقطة اللي مكتوب عليها 10 11. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذا الخط المستقيم، هذا المستوى مستوى جانبي. ليه مستوى جانبي؟ لانه مستطيل في المسقط الجانبي وخطين في المسقط الثاني، في المسقطين التانيين اللي هو الافقي والرأسي. يبقى وواضح من المسقط الافقي ان الخط 11 10 بيبعد بعض الشيء عن الخط 2 3 والخط 4 5 دلوقتي في المسقط الايه الافقي. معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام ان المستوى ده هو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو المستوى اللي هو ظاهر لي مستطيل كبير في المسقط الجانبي عرضه 80 مللي وارتفاعه 20 مثلا، هذا او 30، هذا المستوى مستوى جانبي مترحل عن المستويين اللي احنا رسمناهم في الايزومتريك دول بالمسافة اللي هي بين النقطة في المسقط الافقي بين النقطة 3 والنقطة 10 او بين النقطة 4 والنقطة 11. يبقى اذا ده مسقط، اذا ده مستوى جانبي اوفست عن الوجهين الخارجيين بتوع الحرف يو. هبتدي اسقطه في، ابتدي ارسمهم في في الايزومتريك ازاي؟ لو انا جيت من النقطة 3 واخد خط مائل بزاوية 30 درجة موازي للخط المائل لمحور الاسقاط الايمن، خط من 3 10 اللي هو يساوي المسافة 3 10 اللي موجودة
بنفس المقياس، يعني لو كانت 20 مللي يبقى 20 مللي، 30 مللي يبقى 30 مللي، اللي هي الموجوده فين؟ على المسقط الافقي، اللي هي نفسها المسافه بين النقطه في المسقط الراسي بين النقطه 1 6 7 8 والنقطه 13، او بين النقطه 2 3 4 5 والنقطه اللي مكتوب عليها 10 و11. وبنفس الطريقه ارسم برضو خط مستقيم برضو اللي هو 4 11، برضو هذا الخط المستقيم موازي للخط في الايزومتريك، 4 11 في الايزومتريك ده موازي ل 3 10، والمسافه بين النقطة 3 والنقطة 4 قد ايه؟ دي متحددة عندي، لان قبل كده كنت راسم المستويين الخارجيين اللي هو المستطيلين 1 6 3 2 و 7 8 5 4. وبالتالي لو انا وصلت بين النقطة 10 و 11 وبعد كده انزل رأس من النقطة 11 لاسفل عشان اوصل لنقطة 13، بشرط ان 11 13 دي الخط المستقيم بين النقطة 11 و13 يساوي بين 4 و7. ثم من النقطة 13، النقطة 13 دي هنجيبها ازاي في الأول؟ بسيطة، وقع المستقيم 7 13 اللي هو يساوي في الطول المسافة اللي موجودة سواء في المسقط الرأسي بين النقطة 1 6 7 8 والنقطة 13، أو بين النقطة 3 والنقطة 10 على المسقط الأفقي، أو بين النقطة 4 والنقطة 11 على المسقط الأفقي. إذا أنا كده يبقى أنا حددت النقطة 13، هاخد منها خط أفقي، آسف، خط مايل بزاوية 30 درجة موازي للمحور الأيسر اللي هو محور الأيزومتريك الأيسر اللي هو على زاوية 30 درجة. هبقى انا كده ايه؟ هبقى انا كده اسقط المستوى الجانبي اللي هو موجود في المسقط الجانبي اللي هو 3 6 7 4 بين النقط 3 و 6 و 7 و 4 اللي هو في المسقط الافقي، هو اللي الخط المستقيم بين النقطة 10 والنقطة 11، او هو في المسقط الرأسي بين النقطة 13 والنقطة 10 11، هو الخط المستقيم الايه؟ الدوتد لاين المنقط. ثم حاجي من النقطتين في الايزومتريك، من النقطتين النقطة 5، واخد خط مايل بزاوية 30 درجة ناحية اليمين موازي المحور الاسقاط اللي هو المايل بزاوية 30 درجة ناحية اليمين، واخد الخط 2 9. الخط 2 9 ده طوله يساوي ايه؟ يساوي طول الخط الواصل بين النقطة 2 والنقطة 9 والنقطة اللي مكتوب عليها 2 والنقطة اللي مكتوب عليها 9 و16 في المسقط الأفقي، أو اللي هو يساوي برضه في نفس الوقت المسافة بين النقطة 5 والنقطة 12 برضه على المسقط الأفقي. يعني معنى كده إيه؟ هاجي من النقطة 2 ومن النقطة 5 هاخد مستقيمين موازين لمحور محور الإسقاط المايل بزاوية 30 درجة ناحية اليمين من النقطة 2 ومن النقطة 5، خط 2 9 وخط 5 12، الخطين دول طولهم متساوي، وطولهم اجيبه منين؟ اجيبه من المسقط الافقي اللي هو مسقط الافقي، المسقط الافقي اللي هو مدولي في التمرين، او هو نفسه الكلام ممكن اجيبه برضه من المسقط الرأسي اللي هو انه اللي هو المسافة بين بتاع اللي هو طول الخط المستقيم بين النقطة في المسقط الرأسي بين النقطة 2 3 4 5 وتقاطع الخط المستقيم اللي هو بين اللي هو مر بين النقطة 2 3 4 5 ومر بين النقطة 10 11 لغاية ما يتقاطع مع الخط الرأسي. ولاحظ هنا دلوقتي حاجة، ان انا دلوقتي لو وصلت بعد كده لما هوصل بين النقطة 9 والنقطة 12 هيظهر لي الوجه العلوي للقاعدة الأفقية. لو انا وصلت بين النقطة 9 والنقطة 12 في الايزومتريك هيظهر لي الوجه العلوي للقاعده، وبكده ابقى انا تقريبا اسقطت القاعده الايه الجانبيه. لكن هنكمل ازاي؟ هاجي من النقطه 1 واخد خط مستقيم برضو مايل ناحيه اليمين اللي هو خط مستقيم مايل ناحيه اليمين اللي هو الخط 1 14، طوله اجيبه منين؟ هجيبه قدامي حل من 2، اما من المسقط الراسي
بين النقطة 1 6 اللي هو طول الخط المستقيم بين النقطة 1 6 7 8 والنقطة 14 مار، اللي هو الخط اللي مار بالنقطة 13 اللي هو القاعدة السفلية، أو هو نفس الطول بين النقطتين الموجودين في المسقط الأفقي بين النقطة 2 والنقطة اللي مكتوب عليها 14 15. ثم هاجي من النقطة 14 دهيا وهطلع رأسي عشان اعمل الحرف بتاع الايه الجزء القايم بقى من الايه من القاعدة. هطلع من النقطة من 14 ل 15 اللي هو ارتفاع القاعدة، ارتفاع الجزء القائم من الزاوية اللي هو طوله 120 ملي. ومن النقطة 15 هاخد خط 15 16 افتكر اصبحت العملية واضحة، 15 16 وبعدين 16 18 و18 17 و17 15 هيدوني الوجه العلوي للحرف V. وهذا الوجه العلوي اللي هو اللي هو بين النقاط اللي مرسوم في الايزومتريك بين النقاط 15 و16 15 و16 و18 و17 هو ده المستطيل السفلي في المسقط الافقي اللي موصل بين النقاط التالية. اول نقطة اللي هي نقطة 14 15، تاني نقطة نقطة 9 و16 مكتوب عليها 9 16، تالت نقطة اللي هي اللي مكتوب عليها 18، ورابع نقطة اللي مكتوب عليها 17. طيب واعتقد دلوقتي كده بسهولة ممكن اجيب ارسم الحرف العلوي الاخر بتاع الجزء القايم ده اللي هو فيه الحرف V اللي هو النقطة اللي هو المستطيل اللي مرسوم بين النقاط 22 19 20 21 من في الـ في الـ في الايزومتريك. ونلاحظ حاجه ان النقطه 21 في الايزومتريك تبعد عن النقطه 15 قد ايه، اللي هو المسافه 120 ملي اللي هو الارتفاع بتاع المسقط الافقي، والمسافه بين النقطه 17 والنقطه 22 هي المسافه اللي هي حرف ال V من فوق اللي هي مثلا اللي هي مكتوب عليها 80 ملي. يعني اصبحت كده ايه العمليه واضحه. واعتقد نشوف كده ان احنا بنسقط او بنرسم جزء جزء في الايزومتريك، جزء جزء في الايزومتريك، وهنكمل دلوقتي نشوف هنعمل ايه. كملنا دلوقتي، بنحاول دلوقتي نكمل الخطوط اللي في الايزومتريك. فوصلنا الخط اللي واصل بين النقطه 9 والنقطه 12 في الايزومتريك، وده اللي بيديني الخط الالتقاء بين الجزء القائم والجزء النايم. تاني حاجة لازم احدد النقطة 20. النقطة 20 دي عبارة عن ايه؟ النقطة 20 دي عبارة عن اللي هو قاع حرف الفي. ما دي لو احنا بصينا اي مسقط من مسقط الرأسي او الجانبي هقدر احدد النقطة 20 دي على بعد قد ايه، اما من فوق خالص او من اعلى حرف الفي، او من تحت من اللي هو من مستوى من القاعده الجزء السطح العلوي للقاعده الموجوده اللي عندنا. فهبص لاقي ان انا ممكن مثلا اطلع المسافه بين لو بصينا للجانبي بين النقطه 20 وبين المسافه الراسيه بينها وبين الخط الواصل بين النقطه 2 او الخط الممتد من 2 3 4 5 بين النقط 2 و3 و4 و5. المسافه دي هي دي المسافه بعد النقطه بتاعت قاع حرف الفي عن القاعده الافقيه للشكل اللي هو على حرف ال. وبالتالي لو جيت انا بالنسبه للخط اللي في الايزومتريك خط 29 ووصفه في النص واطلع منه بالمسافه اللي انا حسبتها بين النقطه 20 والخط اللي هو السطح العلوي للقاعده الافقيه، هقدر احدد نقطة 20 دي على الايزومتريك، اوصل نقطة 20 دي ب 19 والنص نقطة 20 دي بنقطة 18 هيديني حرف ال V بس من ناحية من الناحية الداخلية او من ناحية القاعدة الافقية. نفس الكلام اجي من النقطة 22 في الايزومتريك وارسم خط موازي للخط المرسوم 19 20 في الايزومتريك، فهيوصل لغاية النهاية وهيتقاطع ويظهر لي ايه الايزومتريك او الشكل المنظور اللي انا كنت عايز اوصل. لو نبص ونحل الشكل قدامنا نلاقي عبارة عن ايه، نلاحظ حاجة ان في الايزومتريك ان القاعدة السفلية دي
السطح العلوي للقاعدة السفلية اللي هو بيصل بين النقاط 2 3 10 11 5 12 9، ده مستوى أفقي. والمستوى الرأسي الموجود في حرف الفي اللي هو 9 16 20 19 وبعدين في نقطة ثانية 20 وبعدين 12، ده المستوى الرأسي. بينما المستوى في مستوى مائل اللي هو بيصل اللي هو النقطة 22 و19 و20 و18، ده مش 18 22 و19 و20 والنقطة الرابعة بس مش ظاهر هنا في المنظور بتاعي، ده مستوى مائل. نفس الكلام المستوى المائل الثاني اللي هو 17 18 20 والنقطة الرابعة اللي هي مش باينة في المنظور بتاعنا. التظليل اللي واضح قدامنا دلوقتي دون ده بيوضح لي المستويات اللي انا هشوفها في المسقط الجانبي اللي هي باللون الفسفوري، بينما اللون الازرق ده اللي شفناه ده اللي هو بتاع البلان او المستويات اللي هشوفها في البلان. الاحظ ان الازرق الغامق دون ده اللي انا دي المستويات الموازيه للمستوى الافقي، بينما الخط المائل المستوى المائل انا عملته باللون الازرق الفاتح على اساس ان دون ايه ده مستوى مائل وليس مستوى اسقاط، لان ده هيظهر لي هشوفه مستطيل بس بابعاد غير حقيقيه في المستوى الافقي، ونفس الكلام في المستوى الجانبي. واخيرا اللون الاخضر دهون ده يبين لي المستويات اللي هشوفها في المستوى الايه في الاسقاط الراسي. بكده يبقى احنا رسمنا الايزومتريك. الخطوه اللي بعد كده المفروض ان انا ايه اشيل كل خطوط العمل اللي انا رسمتها اللي هي الخطوط الباقيه خطوط المحاور اللي هي كانت باللون الازرق المنقط دي، وخطوط المتوازي المستطيل اللي رسمته في الاول اللي رسمته جواه الشكل بتاعي اللي هي الخطوط الخضراء الخفيفه اللي موجوده قدامي، بشرط يبقى الشكل بتاعي ايه يصل لايه منظور في شكله النهائي. تمرين اخر هنشوفه بيختلف شويه عن التمرين السابق. التمرين السابق كان مديني 3 مساقط وعايز يرسم ايزومتريك، هنا ممكن يديني مسقطين برضه مفيش مشكله. لو اداني مسقطين ممكن استنتج المسقط التالت وارسم المنظور، ممكن ارسم منظور على طول من المسقطين اللي هو معطوهم لي. لو بصينا للشكل قدام لازم الاول نعرف نتخيله او نكون صوره ليه في ذهننا عن الشكل ده فراغيا شكله ايه عشان ده يسهل لي عمليه الرسم، وده بيتم عن طريق ان انا بحاول افهم الخطوط اللي موجوده قدامي دي معناها ايه وكل واحد معناه ايه، وبقدر اوصل للي انا ايه لتكوين صوره الجسم اللي انا عايز اسقطه او اللي عايز ارسمه في ذهني. فلو بصينا هنا قدامي نلاحظ ايه؟ نلاحظ اولا إيه ان الجسم دون مكون من جزئين. الجزء الاولاني اللي هو في المسقط الراسي مربع كبير 120 في 120 واسقاطه في الجانبي مستطيل عرضه 50 وارتفاعه 120، يبقى معنى كده كما نقول مستوى متوازي مستطيلات. بس لاحظ حاجه ايه؟ الاحظ ان هذا المسقطين دول بيعنوا ده متوازي مستطيلات، لكن وجود المستطيل اللي هو في المسقط الجانبي اللي هو بين النقط 4 و2 3 و6 7 و8 9 وجود المستطيل ده بيعني لي ان في حاجه موجوده مع في متوازي المستطيلات ده. هو لو بصينا في المسقط الثاني نلاحظ ايه بقى؟ المسقط الرأسي هلاحظ ان الخط المائل في المسقط الرأسي اللي هو بين نقطة 3 7 و 8 9 10 ده اسقاطه ان هو الخط اللي هو 9 بالنقطة في المسقط الجانبي بين نقطة 8 و 9 ونقطة 6 و 7. او مع صح هو مش الخط 8 بين 6 و 7 و 9، لا هو المستطيل اللي هو بين النقطه 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 4. كويس. طيب اذا لو احنا حاولنا نرسم المسقط التاء الافقي هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ المسقط الافقي عباره عن ايه. اول حاجه اسقاط المتوازي المستطيلات هيديني مستطيل اللي هو المستطيل الاحمر ده ترسم ده في المسقط الافقي اللي هو 10 4 5 1 2 8 8 11. ولو الشكل بتاعنا كان انتهى على كده كان ده معنى كده ده متوازي مستطيلات، لكن لسه في عندنا بعض التفاصيل اللي هي ايه اللي هي واضحه قدامنا دي دلوقتي.
ان انا دلوقتي المستطيل اللي موجود في الجانبي اللي هو 4 2 3 6 7 8 9 ده، لو هلفه عشان ارسم المسقط الافقي بتاعه مع الاسقاط بتاع الخط المائل اللي هو الخط المكتوب عليه ABC في المسقط الرأسي، هيدي المستطيلين اللي واضحين عندنا تحت في المسقط الايه الافقي. هلاحظ حاجة، ان في المسقط الرأسي الخط AB ده اسقاط المستطيل 9 4 5 3 7 3 7 في المسقط الايه الافقي، والخط CB في المسقط الرأسي اسقاطه في الافقي اللي هو المستطيل الصغير اللي على الشمال اللي هو بين النقاط 7 و3 و1 و2 و2 و7. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان الشكل بتاع عبارة عن متوازي مستطيلات، بس في جزء مستوى مائل ومستوى افقي. المستوى المائل اللي هو بين A1 وB1 في المسقط الافقي، والمستوى الافقي الثاني اللي هو ملحوم فيه اللي هو المستوى بين B1 وC1. عايزين نمثل هذا الكلام، نرسمه كايزومتريك، فهنشوف الخطوات اللي هنعملها ايه على الترتيب زي المثال الايه السابق. يبقى اول خطوه هنعملها دلوقتي اللي هو اعمل المحاور الثلاثه بتاعتي. طبعا المحاور الثلاثه بتاعتي دايما المحور اللي هو مايل بزاويه 30 درجه على اليمين هنسميه المحور المائل اليمين اللي على اليمين، وفي محور مقترن ومائل على الشمال 30 درجه، والخط الراسي المحور الثالث الراسي الى الاعلى. يبقى اذا بعد ما رسمنا المحاور الثلاثه بتوعنا هنبتدي نحدد ابعاد الشكل. هلاقي الشكل بتاعي ايه؟ هلاقي الشكل بتاعي في المسقط الراسي ابعاده 120 في 120، يبقى الاليفيشن بتاعي 120 في 120، وعرض السايد فيو 50. يبقى اذا الابعاد بتاعتي 120 في 120 في 50، فهرسم متوازي مستطيلات زي اللي احنا شايفينه ده هو 120 في 120 في 50. ولاحظ ان هذا متوازي المستطيلات بيوضح لي ايه حاجه، هي ان المحور الشمال المحور الشمال والمحور الرأسي بيدوني سايد فيو، والمحور الأيمن المائل الناحية اليمين يعني والمحور الرأسي بيديني المسقط الأفقي آسف الرأسي. وحاجة راح راسم دلوقتي أبتدي في الرسم بتاعي، فهرسم مثلا الشكل اللي هو 1 5 4 3 2، وده وانا باصص من ناحيه ده انا بشوفه وانا باصص في الاتجاه الراسي على اساس ان البعد 1 2 موجود عندي في المسقط الالفيشن، و 2 3 اللي هو المسافه بين سي وبي سي بي في المسقط الراسي، و 3 4 ده المائل، لان 4 5 ده طوله كله اللي هو الارتفاع المسقط الراسي اللي هو 120 درجه، و 1 5 ده برده 120 درجه. دي اول خطوه انا هعملها. ولو بصيت المسقط الجانبي هلاقي ان المستطيل اللي هو في الجانبي اللي هو 4 2 3 6 7 8 9، النقطه 2 بتاعته دي وراها نقطه تانية اللي هي النقطه 6، فاروح راسم خط اللي هو 2 6. الخط ده المفروض هيبقى خط المفروض هو افقي. افقي معناها ايه؟ معناها اللي هو موازي في الجانبي. افقي في المسقط الجانبي معناه انه موازي للخط المحور المائل ناحيه الايه الشمال اللي هو 2 6، وطوله هقدر اجيبه ايه من المسقط اللي هو 20 مللي من المسقط الايه الجانبي اللي عندي. ثم هستكمل اسقاط اللي هو الجزء المستوى المائل، فهلاقي ان من في المسقط الجانبي من 6 7 الى 8 9 يعني اللي هو الخط الراسي بين النقطه 6 7 والنقطه 8 9 ده طوله 80 مللي، هروح واخده من النقطه 6 80 مللي لفوق، وبعد كده هاخد موازي للمحور الايمن المائل الايمن محور الاسقاط الايمن اللي هو الخط 8 9، هوصل للشكل اللي هو ايه قدامي. هلاحظ حاجه، هلاحظ دلوقتي ان انا لما وصلت هوصل بعد كده الخطوط اللي هي 9 7 و 4 3، ودي مايله اللي هو الميل بتاع الخط AB في المسقط الراسي، وهوصل 2 ب 3 و 6 ب 7 في الايزومتريك اللي هم يدوني الخط سي بي اللي هو اسقاط المستطيل اللي تحت اللي في المسقط الافقي اللي هو المستطيل 3 1 2 2 6 7. هوصل للشكل اللي امامي دون، وده الشكل ده بيوريني تفاصيل المسقط من ناحيه الايه الاليفيشن.
ثم هستكمل الايزومتريك برسم المسقط الجانبي، فهاخد من النقطة واحد خط مايل هيديني عرض الايه، عرض العرض الجانبي للمسقط الجانبي اللي هو من 1 لـ12، وده هيبقى طوله كام؟ 50 مللي. ومن النقطة 8 هاخد 8 11، و8 11 ده هو هيديني الفرق بين 1 12 و2 6، اللي هو الفرق بين ال 20 و 50 مللي، يعني هيديني كام؟ 30 مللي. انا قلت 20 و 50 مللي منين؟ قريتها من المسقط الايه؟ الجانبي. وبالتالي كده اصبح عندي تقريبا الشكل واضح، بمعنى ان انا هستكمل توصيل خطوط 8 11 و 11 10 و 10 9، هوصل للايه؟ للمسقط، للمسقط للمنظر او الايزومتريك الايه المطلوب رسمه. وهو واضح دلوقتي قدامنا في مساقط يمكن متظلله بشكل او باخر، عشان نقدر نعرف ايه المسقط المنظر بتاعه العام ايه. يعني هو عباره عن متوازي مستطيلات اتقطع منه جزء على شكل مستوى مايل ثم مستوى افقي بعمق 20 مللي، يعني العمق بتاعه 20 مللي، والمستوى المايل مديني ابعاده في المساقط اللي مديها لي، يعني المستوى الافقي اللي معمول فيه المقطع ده ابعاده كام؟ 20 × 50، والمستوى المايل بايه؟ بيكمل بعديه. وبكده واحنا خلصنا اسقاط هذا الشكل او رسم منظور لهذا الشكل. هنتعرض دلوقتي لمثال اخر زي الواضح قدامنا. المثال ده لما نبص للمساق الثلاثه اللي هو مديها لي، هبص الاقي ايه؟ هبص الاقي ان انا ممكن في الاول استنتج ابعاده الخارجيه كلها، يعني ده كله مرسوم داخل متوازي مستطيلات ابعاده 70 اللي هو عرض الايزومتريك في 50 اللي هو ارتفاع الايزومتريك، او اسف عرض الاليفيشن في 50 اللي هو ارتفاع الاليفيشن او ارتفاع السايد فيو في 20 اللي هو عرض السايد فيو او عرض البلان. يبقى 70 في 50 في 20 ده متوازي المستطيلات اللي الشكل دون هي ايه هيتشكل جواه. المسقط الرأسي بيبين لي ايه؟ بيبين لي ان فيه ان هو البلوك دون فيه تدرج ناحية الشمال، تو ستيبس كده، يعني في سلمتين كده ناحية الشمال، وفي شطفية رأسية ناحية اليمين. عشان ابتدي الرسم هرسم المحاور الثلاثة بتوعي زي ما هو واضح قدامنا، وهرسم على المحاور ده متوازي المستطيلات اللي هرسم جواه الشكل بتاعي. ونلاحظ حاجة، نلاحظ ان الخط المايل ناحية المتوازي المستطيلات اللي هو مرسوم كده دلوقتي، الخط المايل يمين مع الرأسي هيديني الاليفيشن، والمايل شمال مع الرأسي هيديني مستوى السايد فيو. وبالتالي البلان هو الخطين المايلين مع بعض، المايل يمين مع المايل شمال هيديني الايه؟ البلان. ناخد بالنا هنا من حاجة، معنى هذا الكلام ايه؟ معناه ان اي خط افقي في السايد فيو هيبقى موازي للخط المايل ناحية اليمين. تاني، اي خط افقي في السايد فيو هيبقى موازي للخط المايل ناحية الشمال، واي خط افقي في الاليفيشن هيبقى مايل ناحية خط المايل ناحية الايه او في الاتجاه المايل ب 30 درجة ناحية اليمين. والاتجاهات الرأسية في سواء في السايد فيو او في الاليفيشن هما الاتجاهات الرأسية اللي هو الخط الرأسي الاعلى. دي اول حاجة. ايه كمان ناخد بالنا منه؟ ان الخطوط الافقية، الخطوط الافقية في البلان هي الخط هتبقى كلها موازية للخط المايل ناحية اليمين، والخطوط الرأسية في البلان هي الخطوط موازية للخط المايل ناحية الايه؟ الشمال. ونبتدي عملية الاسقاط بتاعتنا. اول ما هرسم في ايزومتريك هرسم الخطوط 0 2 و 0 3 و 0 4، ونلاحظ حاجة ان 0 2 ده بيديني عرض الاليفيشن، 0 3 بيديني اللي هو المسافة اللي هي على الشمال بتاعت اول سلمة في اول ارتفاع في الاليفيشن اللي هو مع الخط العدل السليم الثاني اللي موجود في السايد فيو. في عندي في السايد فيو في عندي مستطيل،
وفي عندي خط منقط من تحت وبعدين خط عادل. هو الخط العادل دوت ده بيديني اللي هو الارتفاع من 0 ل 3. اما الخط 0 4 ده فبيديني ايه؟ عمق المسقط كله اللي هو ال 20 مللي اللي هو في البلان 20 مللي اللي هو ارتفاع البلان او عرض الايه السايد فيو. ثم بعد ذلك هستكمل اول ستيب اللي هو ارسم المستطيل اللي يعتبر مستطيل اللي رسمه ده اللي هو 0 4 شرطه 4 3 ده اللي هو اسقاطه في الـ في الاليفيشن ايه اللي هو الخط اللي على الشمال اللي هو مكتوب عليه 0 1 و 4 و 3 واسقاطه في البلان اللي هو الحرف الايسر في البلان الخط الايه الرأسي الايسر. واما اسقاطه في السايد فيو فهو المستطيل اللي بيعدي بين النقط 1 و 2 و 4 و 4 وبعدين 1 و 2 و 4 شرطه و 4 و 5 لغايه ايه بقيه اللي هو المستطيل اللي ايه الاسفل اللي مخطوط سليمه اللي اسفل الايه المستطيل الصغير اللي هو ابعاده 20 في 20 لاسفل المسقط الايه الجانبي. ثم هكمل اسقاط اول درجه اللي هي ممثله بالخط الافقي في المسقط الراسي اللي الخط الافقي اللي على الشمال اول خط افقي في المسقط الراسي على الشمال اللي هي في البلان اللي هو اول مستطيل على الشمال اللي هي في السايد فيو هتظهر لي ايه خط اللي هو الخط اللي مكتوب على حرفه في السايد فيو على حرفه من ناحيه الشمال 4 5 ومن ناحيه اليمين 3 5. ثم استكمل بعد كده الاستيب الثانيه من 5 و5 شرطه اعمل 5 6 و5 7 ودول بيمثلوا لي ايه بيمثلوا لي في الجانبي المستطيل اللي بيعدي بالنقط 4 و5 والنقطه 7 والنقطه 6 والنقطه 3 و5. اما في البلان فبيمثل لي الخط نمرة 2 من ناحية الشمال الخط الرأسي نمرة 2 من ناحية الشمال اللي هو على بعد 20 مليمتر من الحرف الشمال للبلان. وفي الرأسي او في الالفيشن بيمثل لي الخط الرأسي اللي مكتوب من فوق عليه 6 و 7. وبنفس الطريقة هعمل الدرجة الثانية اللي هي 6 8 8 7 اللي هي باينة قدامي دهيا. واعتقد كده ممكن نعرف اسقاطها فين في المساقط الثلاثة اللي هم الدهالي. ثم بعد ذلك هكمل برضو الستيب اللي بعد كده الرأسية المستوى الرأسي الجانبي اللي بعد كده. وحوصل دلوقتي الى الدرجات اللي انا عملتها الدرجات اللي موجودة في الشكل بتاعي. ثم هستكمل ايه السطح العلوي للشكل اللي هو المستوى 9 11 12 10 في الايزومتريك اللي هو في الاليفيشن اسقاطه الخط الافقي العلوي خالص اللي هو بين النقطه 9 10 والنقطه 11 12 وفي البلان اللي هو مستطيل عرضه 20 عرضه 10 وارتفاعه 20 اللي هو المستطيل الصغير لان في عندي اربع مستطيلات في البلان اللي هو المستطيل نمره 2 من ناحيه اليمين في البلان المستطيل نمره 2 في البلان. وبعد كده هو هكمل الشكل بتاعي زي ما هو واضح ايه قدامنا بالخطوط اللي بتبين لي الكسره اللي موجوده من ناحيه اليمين واستكمل الخطوط بتاعتي علشان يطلع لي المنظور بالشكل اللي ايه اللي واضح قدامنا. وبالتالي بعد ما بمسح الخطوط الزياده هلاقي الشكل بتاعي ظهر ايه زي اللي هو ايه واضح قدامنا وبكده احنا قدرنا نرسم المنظور ليه الستيب بلوك اللي ايه اللي امام ده اللي هو ايه بلوك فيه مجموعه من الايه الخطوات يعني او الدرجات. هنتكلم دلوقتي عن موضوع اخر استكمالا لموضوع رسم الايزومتريك وهو كيفيه رسم المساقط ذات المقطع المستدير اللي زي الاسطوانات او زي اي ثقب موجود في اي جزء او في اي جسم هندسي. هنشوف ازاي دي مثل هذه الاشكال ازاي نوقعها في الايزومتريك. ومعروف ان الجسم المستدير بيكون مقطعه دائري وبالتالي فالمقطع الدائري معناه ليه نص قطر ثابت او محل
المقطع دي عباره عن محل هندسي النقطه بتتحرك حوالين نقطه اخرى في مسافه ثابته، اللي هو النقطه اللي بيتم التحرك او الدوران حواليها اللي هو المركز، والنقطه المتحركه تديني مسقط الدائره. ده بيحصل في الوضع المستوي، لكن في الوضع الفراغي بيختلف شويه. تظهر الدائره دي على هيئه اليبس، يعني بمعنى ان تظهر لها قطرين، قطر كبير وقطر صغير. عايزين نشوف ازاي نمثل الدائره بإليبس في ال 3D او في الاتجاه الفراغي او في الايزومتريك. قدامنا مسقطين، مسقط راسي ومسقط جانبي. المسقطين دول من النظر ليهم نلاقي ان هو عباره عن ايه، عن متوازي مستطيلات. هذا المتوازي المستطيلات عرضه 140 مللي اللي هو اكس، وارتفاعه 140 مللي برضه، وعمقه 40 مللي، وجواه دائره قطرها 100 مللي. طيب اذا كما لو ان انا عندي متوازي مستطيلات وفيه ثقب بقطر 100 مللي، وعايزين ازاي نرسم دون في الايزومتريك. اهم حاجه في رسم الاليبس او في رسم او ان انا ازاي ارسم دايره في ال 3 دي او فراغيا في الايزومتريك، لابد اهم حاجه من اهم الاشتراط الاساسي ازاي احدد مركز هذه الدايره تحديد سليم. ونلاحظ ان اللي احنا بنعمله في الناحيه الفراغيه هو اللي بنعمله في الناحيه في الوضع المستوي. يعني في الوضع المستوي عشان ارسم الدايره ايه، اول حاجه بحدد مركزها واكون عارف نص القطر. نفس الكلام هنا، لو انا عارف المركز ونص القطر وحددت المركز مظبوط وعندي نص القطر بتاع الدايره دي، ممكن ارسمها كاليبس، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض الاختلافات. ان انا ممكن بالبرجل في الوضع المستوي برسم الدايره، لا هنا في حاله الفراغي بتفرق الوضع شويه، لان انا في حاله الوضع المستوي استخدام البرجل بيخلي لي الدائره اللي انا برسمها بتتقاطع مع المحورين اللي هم بيتقاطعوا مع بعض دون مركز الدائره في اربع نقاط. هذه النقاط على نفس على بعد متساوي اللي هو نص القطر من المركز. في حاله الاليبس الوضع مختلف بعض الشيء، لان عندي بيبقى في عندي قطرين، قطر اسمه الميجور وقطر اسمه المينور. يعني القطرين دول مختلفين في الاطوال، وعشان كده عشان اجي ارسم اليبس لازم بمعرفة نص القطر صح، لكن الطريقه بتبقى مختلفه بعض الشيء. هنشوف الكلام ده بالتفصيل. يعني اللي قدامنا دلوقتي الايزومتريك في النهايه بتاع المسقطين اللي قدامنا دول بتوع المتوازي المستطيلات اللي فيه هذا الثقب. نلاحظ حاجه، نلاحظ ان متوازي المستطيلات ده ليه وجهين، وجه امامي وجه خلفي، المسافه بينهم زد. الوجه الامامي ابعاده اكس في واي، والوجه الخلفي ابعاده برضه هيبقى اكس وواي. في الوجه الامامي موجود دايره سليمه، ليه؟ لان لما باصص من الامام هشوف. وفي ده اللي هو مثلا الثقب اللي موجود، هذا الثقب ليه عمق بعمق البلوك كله اللي هو المسافه زد. فعشان كده هنبص نلاقي فيه هتبقى فيه دايره اليبس ثانيه او دايره ثانيه موجوده على الوجه الخلفي. هذه الدايره او هذا الاليبس وانا باصص في اتجاه اي في الايزومتريك الوضع دون هتلاقيه مش هشوفه كله. يعني لو انا عندي دلوقتي، لو تخيل ان انا عندي اي جزء متوازي مستطيلات وفي ثقب وببص لهذا المتوازي مستطيلات، لو تخيلت ان انا البعد زد كبير قوي 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 وهبص ليه بزاويه، هشوف الثقب من بره ومش هشوف نهايه الثقب. لو قعد عمق هذا المتوازي مستطيلات يقل يقل يعني يصغر اللي هو البعد الزد ده يقل، هبص الاقي عند لحظه معينه هبتدي اشوف جزء الثقب. يعني انا تخيلت مثلا ان ايه، ان العمق دون الزد اللي هي كانت مثلا 2 مللي، كنت هشوف وانا بباصص هشوف الثقب الخارجي وجزء كبير قوي من الثقب الداخلي. احنا عندنا الزد بتاعتنا هنا 40 مللي، وتلاحظ بقى ان الدايره بتاعه الثقب على السطح الخلفي اللي متوازي المستطيلات جزء منها واضح، وعشان كده مرسوم بخط سليم. هو ده هتلاقيه جوه موجود جوه الايه، جوه الاليبس بتاع اللي موجود على السطح الخارجي. اما بقيه الاليبس اللي هو على السطح الخلفي ما مرسوم دوت لاين. الدوت لاين ده بقيه الثقب اللي انا ما قدرتش اشوفه. احنا في الايزومتريك عاده ما بنرسمش خطوط منقطه، وبالتالي المفروض انا عشان ارسم
ايزومتريك لهذا الشكل، هرسم الالبس الخارجي او القطع الناقص الخارجي، وجزء الجزء السليم من القطع الناقص الخلفي اللي هو باين عندي بالخطوط السليمه. اما الخطوط المنقطه دي كلها انا مش هحتاج ارسمها يعني، بس برسمها او بستخدمها علشان ارسم القطع الناقص الخلفي، ثم بعد ذلك بقى ايه بشيلها بالاستيكه. اول خطوه في رسم القطع عشان اسقط في متوازي المستطيلات اللي عندي او في الجسم اللي عندي عشان ارسم هذا الثقب، اول حاجه انا رسمت الايزومتريك بتاع الجسم ككل، وبعدين عايز ارسم الثقب. يبقى اذا النقطه الاولانيه احدد مركز هذا الثقب. مركز هذا الثقب لو نلاحظ في المساقط هو في منتصف الوجه بتاع منتصف المسقط الراسي. اذا لو انا حددت يعني ايه في منتصف يعني على بعد، لو انا اخذت الركن الاسفل الايسر للمربع اللي عندي دون، ده بيحدد لي ركن في اركان الوجه الامامي. طيب من هذا الركن لو انا مشيت في الاتجاه الافقي مسافه اكس على 2 يعني 70 ملي، وطلعت مسافه واي على 2 هي 70 ملي، هوصل للنقطه اللي هو مركز الدايره. يبقى انا هاجي في الايزومتريك برضو من نفس النقطة اللي هي الأمامية اللي عندي، وهاخد همشي 70 واطلع 70، هوصل للمركز بتاع الدائرة اللي أنا هرسمها، وارسم عليها محورين. لو تلاحظ حاجة، احنا قلنا قبل كده ان المحورين بتاع المحور الرأسي بتاع الدائرة دهيا او بتاع مركز الدائرة هو نفسه المحور الرأسي اللي موجود في الايزومتريك. المحور الأفقي اللي في المسقط الرأسي هيظهر لي هنا ايه؟ محور خط مايل بزاويه 30 درجه، لان كل الخطوط المايله ب 30 درجه دي هي في الايزومتريك اللي وانا بص في اتجاه الفيشن، كل الخطوط المايله بزاويه 30 درجه ناحيه اليمين ديت دي هي الخطوط الافقيه اللي موجوده في المسقط الراسي. اذا يبقى انا كده حددت الايه المحورين اللي بتقاطعهم بيديني مركز الايه الدايره. على المحورين دول باخد نص القطر بتاع الدايره على يعني بالنسبه للمحور اللي هو مايل بزاويه 30 درجه، اخد على اليمين مسافه نص القطر اللي هي 50 ملي، ومن ورا برده نص القطر، وبرده على المحور الراسي اخد نص القطر، واحدد اربع نقاط على المحورين. الاربع نقاط دول بيدوني نص قطر الايه الدايره، نص قطر بالابعاد الحقيقيه اللي هو 50 ملي، اللي هو نص قطر الدايره اللي انا عايز ارسمها اللي هو هيبقى اليبس يعني. ثم برسم مربع اللي هو اللي هو المفروض كان يمس الدايره، هو المربع ده المفروض كان يمس الدايره. هو هنا مش هيظهر لي مربع، هيظهر لي هنا ايه شكل معين. ليه؟ لان الزوايا بتاعته ما هياش كلها 90 درجه، لان انا الخطوط الافقيه اللي في الوضع في الاسقاط المستوي بتظهر لي هنا في الفراغ على زاويه 30 درجه في اتجاه الاليفيشن، والخطوط الراسيه راسيه، وبالتالي انا باجي من النقط اللي انا خدتها الاربع نقاط وباخد متوازيات، وبالتالي على المحور الافقي النقطتين اللي عليهم باخد متوازيات راسيه، وعلى المحور المحور الراسي النقطتين اللي عليهم باخد متوازيات مايله بزاويه 30 درجه، فهيديني الشكل المعين اللي واضح قدامنا. ثم بعد ذلك الشكل المعين ده هلاقي ان هو ليه قطرين، قطر كبير وقطر صغير. القطر الكبير اللي احنا هنوصل بيه هنوصل بين نقطتين، او هنرسمه هنوصل بين النقطتين المعين بتاعي بخط، ده اللي هو ايه الميجور ديامتر، وده هنستخدمه في رسم ايه القطاع. احنا اذا لحد دلوقتي اللي احنا عملناه ايه نلخصه، حددنا مركز القطع بتاعي ورسمت المحورين بتوع اللي هو يقع عليهم المركز دون، ثم خدت على المحورين دول نقاط على يمين وشمال او فوق وفوق وتحت المركز، النقاط دي اللي هي تساوي نص قطر الدايره الاصليه اللي هي في الوضع المستوي، وبعد كده برسم معين بيتماس مع القطع اللي هرسمه او مع الدايره اللي انا المفروض كنت ارسمها. هذا المربع بيظهر لي على شكل معين، ثم بوصل بين النقطتين اللي بيدوني القطر الكبير بتاع هذا المعين. اجي بعد كده من الركنين او من الكورنرز اللي عليها المحور الاصغر بتاع المعين، من كل نقطه بحدد النقطتين، اللي هي النقطه اللي باينه لي عندي باللون الازرق
واخد منها وهلاقي ان بعدها ليها بعد معين عن القطر الرأسي للمعين للسنتر لاين زي ما واضح قدامنا ده الخط الازرق. ونفس الكلام الكورنر الثاني اللي هو الاحمر ده هو ده على بعد معين من المحور الافقي للسنتر لاين الافقي. ونلاحظ حاجة ان البعد الاحمر والبعد الازرق دول هيكونوا ايه متساويين. باجي بفتح البرجل بتاعتي بفتحة تساوي الطول الازرق دون او الطول الاحمر البعدين متساويين واركز في النقطة في كل ركن من اركان المعين ده هو اللي هو الركن الازرق والركن الاحمر وبفتح الدائرة بالفتحة اللي تساوي البعد الازرق او البعد الاحمر وارسم قوس فيظهر لي قوسين للحمر قوس الاحمر قوسين واحد احمر واحد ازرق زي اللي واضحين قدامي دول ودول القوسين الكبار اللي هيكونوا لي جزء من المعين من القطع اللي انا عايز ارسمه. اجي بعد كده استكمل الرسم بتاعي اجي على المحور الاكبر او الميجور ديامتر دون بتاع المعين واخد تقاطعه مع الخطين الازرق اللي انا رسمت بيه القوس الكبير فهدي النقطة اللي هي النقطة الخضراء ومع الخط المماثل ليه اللي هو عند نهاية الخط نهاية الجزء المنحني الازرق من الناحية التانية وهدي النقطة الحمراء. دول النقطتين دول هرسم منهم قوسين تانيين القوسين دول بنسميهم الاقواس الصغرى لان اي إليبس عندي بيكون من اربع اقواس متماسة مع بعضها قوسين كبار اللي احنا رسمناهم اللي هو الازرق والاحمر اللي هم في الشكل سي اللي قدامنا وبعدين قوسين تاني صغيرين هيترسموا من المركز الاخضر والمركز الاحمر. نص قطر القوسين الجداد دول هو قد السهم الاخضر اللي مرسوم عندي وبالتالي انا لو فتحت البرجل لو جبت البرجل وركزت في النقطه الخضراء وفتحه تساوي فتحه قد طول القوس طول نص القطر بتاع القوس الصغير اللي هي باينه قدامنا دلوقتي باللون الاخضر اللي هو من هذا المركز الى تقاطعه مع المحور الافقي اللي هو ميل بزاويه 30 درجه اللي هو السنتر بتاع السنتر لاين وبرسم القوس الاخضر وبنفس الطريقه اركز في النقطه الحمراء وبنفس الفتحه واعمل القوس الاحمر. اصبح عندي دلوقتي دول القوسين اللي عملتهم الصغيرين اللي عملتهم في هذه المرحله في المرحله اللي احنا مسمينها المرحله دي اصبح عندي في دلوقتي اربع اقواس انا رسمتهم هيبقى شكلهم زي الايه مع بعض هما اللي واضحين قدامي دلوقتي اللي هما الاربع اقواس مع بعض بيدوني الاليبس او القطع اللي على الوجه الخارجي لمتوازي المستطيلات. دلوقتي انا خلصت رسم الاليبس اللي على الوجه الخارجي عايز ارسم الاليبس اللي على الوجه الخلفي. طيب المسافة بين الإليبس ده والإليبس ده قد إيه اللي هو طول الثقب اللي هو عرض البلوك اللي عندنا ده هو اللي هي المسافة زد اللي هي 40 مليمتر. يبقى إذن عشان أرسم الإليبس الثاني برضو أبتدي بالمركز بتاعه. طيب ما أنا عندي المركز بتاع الإليبس اللي أنا رسمته دلوقتي اللي هو على الوجه الخارجي المركز بتاع الإليبس اللي على الوجه الخلفي هيبعد مسافة قد إيه هيبعد المسافة 40 ملي نفس المسافة نفس قيمة زد دي اللي هو نهاية هذا الثقب لان الثقب ده عباره عن جزء اسطواني بيبتدي بإليبس وينتهي بإليبس اخر. طيب اذا حاجه انا من المركز انهي مركز اللي هو مركز القطع اللي انا رسمته على الوجه الخارجي اللي احنا عملناه في الخطوه اللي مكتوب عليها ايه واجي اروح واخد خط مايل بزاويه 30 درجه ناحيه الشمال. واللي احنا قلنا ناحيه الشمال لان ده الاتجاه بتاع عمق الثقب اتجاه عمق الثقب اللي هو عمق متوازي المستطيلات. يبقى اذا من المركز ده هاخد المسافه زد اللي هي 40 درجه هتجي لي نقطه ثانيه من هذه النقطه السنتر لاين دون هقرر الخطوات A وB وC وD اللي انا عملتهم على الوجه الخارجي هقررهم مره ثانيه على الوجه الخلفي. يعني هعمل ايه يعني من هذا الثقب من هذه النقطه هرسم المحورين اللي بيتقاطعوا مع بعض عشان يدوني هذا المركز واخذ عليهم المسافات انصاف الاقطار بتوع الدايره بتاعتي وارسم المعين بتاعي وحدد الميجور ديامتر. ثم بعد ما بحدد الميجور ديامتر او القطر الكبير بشوف تقاطع
تقاطع الخط اللي واصل الخطوط اللي جايه من الكورنرز بتاعه المحور الصغير مع هذا الخط زي اللي في الخطوه سي، وحدد المراكز بتاعه الاقطار او الاقواس الصغرى. يبقى عندي من المحور من الكورنرين بتوع المحور الاصغر بتاع المتوازي المستطيل بتاع المعين هرسم الاقواس الكبيره، ومن تقاطع الخطوط اللي هي زي الخطوط الزرقاء اللي هي اللي عند سي، الخط الازرق عند سي، بحدد المركز اللي هرسم منه زي ما عملنا في الخطوه دي، هرسم منه القوس الصغير والقوس الصغير الثاني الصغير اللي فوق والصغير اللي تحت، وبالتالي هيبقى عندي الشكل عباره عن متوازي، عباره عن إليبس جديد المفروض هيبقى كله بخطوط منقطه باستثناء تقاطع هذا الإليبس مع الإليبس الخارجي، فهيديني قوس هيبقى بخط سليم اللي هو القوس اللي واضح قدامنا في الشكل، وبقيه الإليبس هيبقى بخطوط ايه منقطه. وبالتالي هبقى انا كده حددت الشكل بتاعي. يبقى اذا الشكل بتاعي النهائي زي ما واضح في اللوحه دلوقتي حاليا قدامنا اللي هو إليبس خارجي بلون احمر، وجزء من إليبس اللي على السطح الخلفي باللون الاخضر، وبكده يبقى انا وامسح كل الخطوط العامه اللي انا عملتها، ويتبقى لي الإليبس الكامل والجزء من الإليبس الخلفي، وهو ده يبقى اسقاط الدايره او اسقاط او رسم الدايره في الايزومتريك. دلوقتي هنحاول نحل تمرين على رسم الإليبس او اسقاط الجزء الدائري، بشرط ان احنا نقدر نطبق فيه القواعد او الطريقه اللي احنا ذكرناها فيما سبق. المثال اللي قدامنا بيبين لي جزء جسم هندسي. هذا الجسم الهندسي مكون من مجموعه من القطع، يعني اول قطعه على ايدي اليمين في الراس من فوق، جزء على شكل حرف L، اسقاطه تحت اللي هو الجزء اللي على شكل حرف U اللي باللون الازرق. يعني في الواقع الجزء الازرق اللي في الافقي ده اسقاط الخط الازرق اللي موجود في الاليفيجن من فوق، وبالتالي هيكون الخط المنقط اللي مكتوب عليه 40 اللي في الاليفيجن من فوق ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي القاع بتاع حرف اليو اللي هو بيبعد 40 ملم عن السطح الخارجي للسايد فيو، السطح الخارجي للبلان من ناحيه اليمين. هذا الجزء على شكل حرف ال ملحوم فيه جزء ثاني شكله في الاسقاط الراسي عباره عن مربع، بس احد اركان المربع ده ما هوش حاد، لا دائري ربع دايره نص قطرها 40 ملم، ومن مركزها في كمان ثقب دائري قطره 40 ملم موجود لنفس المركز بتاع الايه القوس اللي هو نص قطره 40 ملم. وبالتالي فالجزء الدائري الاسود اللي هو الدائرة السوداء اللي في المسقط الرأسي اسقاطها تحت في ان هو خطين خضر منقطين، والسطح العلوي بتاع الجزء المربع اللي هو الحتة المرسومة باللون الاخضر دي مسقطها تحت اللي هو الخطين الخضر السلام الافقيين اللي مرسومين في البلان، و ربع الدايره اللي بتكمل لي المربع اسقطها تحت فين اللي هو تكمله، يعني الخطين الخضر السلام اللي هم موجودين في البلان تكملتهم من على الشمال اللي هم باللون الاحمر، الخطين السلام بالخط باللون الاحمر دول هم دول الجزء الايه المنحني الربع دايره. وعشان كده انا ببص من فوق بلاقي بالنسبه على الاليفيجن مثلا عشان ارسم البلان، وانا ببص من فوق للاليفيجن هلاقي الخط الاخضر اللي في الاليفيجن من فوق والربع دايرة دول الاثنين مع بعض خافيين تحتيهم الدايرة المدورة، عشان كده مسقط الدايرة تحت خطوط منقطة خضراء. وبالتالي يبقى اذا الجزء بتاعي دلوقتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرف L من على ايدي اليمين، وبعدين في الجزء القائم من الحرف L ملحوم فيه
جزء اللي هو شكله في الاليفيشن اللي هو المربع بجزء منه دائري او بركن منه دائري، وهذا الجزء في البلان بيوضح لي اللي هو الجزء اللي هو المربع ده واضح انه في وسط الجزء في مسقط البلان الاهلي في المنتصف، اسقاط هذا اسقاط الجزء المربع ده في المنتصف. اما المثلث او المربع المستطيلين اللي في البلان اللي على الشمال من فوق ومن تحت، فدول في واقع اسقاط ايه؟ اسقاط مستطيل مستطيل، او خط بمعنى صح الخط اللي هو مكتوب عليه 80 ملم في المسقط الاليفيشن تحت الجزء الدائري. وبالتالي تجميع اللي احنا قلناه كله يبقى جزء على حرف ال، الجزء العدل بتاعه من فوق، والحرف ال الرأسي، ما الحرف ال هيعتبر من جزئين، جزء افق جزء رأسي، الجزء الافق علوي ومعمول فيه حرف اليو مفتوح فيه حتة حرف يو، والجزء الرأسي ملحوم فيه، الجزء الرأسي ملحوم فيه اللي هو الجسم اللي على شكل مربع مسقطه في الاليفيشن مربع، وفيه ثقب داخلي، وبعد كده فيه مثلثين مستطيلين، المستطيلين دول اسقاطهم فوق، المستطيلين دول موجودين في البلان، مستطيلين الحمر اسقاطهم فوق الخط اللي مكتوب عليه 8 ملي. وبالتالي معنى كده ان هذين المستطيلين عباره عن المستقيمين، اسف، هذين المستطيلين عباره عن مستويين افقيين، وعشان كده مسقطهم في البلان مستطيل ومستطيل، ومسقطهم في الاليفيشن عباره عن خط مستقيم. بالاضافه كده في بعض التفاصيل الصغيره، وهي الجزء الموجود في الاليفيشن من تحت اللي هو المربع وبس الحرف الفوقاني بتاعه منقط، ده اسقاطه تحت فين؟ اللي هو الخط الازرق في البلان، خطين زرق، الخط الاولاني او الاثنين على نفس الاستقامه، واحد منهم في المستطيل العلوي على الشمال في البلان، والثاني في المستطيل السفلي على الشمال برضو اللي موجود في البلان. وبالتالي يبقى هذا الجزء موجود تحت المستويين الافقيين الممثلين في البلان بالمستطيلين الحمر. هنشوف هذا الكلام ازاي هنقدر نعمله ايه على الرسم. على السطح اللي هو الجزء منه اللي هو الاخضر والجزء الاحمر المنحني، دول خافين تحتيهم الدايره اللي هي باللون الاسود اللي مسقطها تحت الخطين الخضر المنقطين، عشان كده ظهروا ايه منقطين. يضاف لي كده في بعض التفاصيل الصغيره اللي احنا ما بنهتمش بيها دلوقتي لكن هتظهر في الاسقاط، وهي في المسقط الراسي، وهو المربع الصغير اللي تحت اللي طوله 20 ملم والحرف العلوي منقط، ده اسقاطه تحت اللي هما الخطين الزرق اللي موجودين على الشمال اللي جوه المستطيلين الحمر اللي موجودين في البلان ناحيه الشمال من اعلى ومن اسفل. المستطيلين دول احنا اتفقنا ان دول مستويين افقيين لان مسقطهم فوق خط احمر مكتوب عليه 80 ملي اسفل الدايره. يبقى معنى هذا الكلام ان المربع اللي طوله 20 الصغير ده اللي موجود في الاليفيشن من اسفل الاليفيشن على الشمال، ده اسقاطه تحت اللي هو الخطين الايه الزرق. دي تفاصيل صغيره مش هتلزمنا دلوقتي لكن هنتعرض لها ايه بعد كده. هنبتدي دلوقتي عمليه رسم المنظور، ونبتدي برسم المنظور برسم المحاور الثلاثه، وزي ما اتفقنا في محور راسي ومحورين ميلين على اليمين وعلى الشمال بزاويه 30 درجه مع الاتجاه الافقي. واحنا دايما بنسمي نقول المحور المائل على اليمين معناه المحور المائل على اليمين بزاويه 30 درجه، والمحور المائل على الشمال ده معناه المحور المائل على الشمال ب 30 درجه مع المحور الراسي. وهنشوف دلوقتي بعد كده نعمل ايه، نحاول ان احنا نرسم متوازن المستطيلات اللي بيحتوي داخله هذا الشكل اللي احنا عايزين نرسم المنظور بتاعه. فمن المساقط اللي مديها لنا المساقط الراسي والافقي اللي عندي، هلاقي ان المسقط الافقي عرض 40 وارتفاعه 120، وبالتالي هيبقى المسقط الافقي بتاعه 140 في 120، وعمق الجزء واضح من البلان اللي هو 120 ملي. وبالتالي فانا هرسم متوازي المستطيلات 140 في 120 والعمق بتاعه 120 ملي زي ما هو واضح ايه
قدامنا. وبالتالي نتفق ان دلوقتي المستوى اللي بيكونه المحور الرأسي مع المحور المائل ناحية اليمين ده بيمثل لي الاتجاه الاليفيشن، وبالتالي فهيبقى ده ارتفاعه اللي هو الارتفاع الرأسي بتاعه هيبقى 120 ملم، وعرضه في الاتجاه المائل ناحية اليمين 140 ملم. اما المستوى الاخر اللي على ايدي الشمال اللي هو بين الخط المائل على ايدي الشمال اللي بيكون الخط المحور المائل ناحية الشمال مع المحور الرأسي، فده بيمثل لي الجانبي، وبالتالي هيبقى ارتفاعه هو نفس الارتفاع 120 ملم، وعرضه اللي هو يعني العرض اللي هو على الاتجاه المائل على اتجاه المحور المائل هو 120 متر ايضا. وابتدي اول حاجة اسقط الجزء اللي هو الحرف يو بالقاعدة اللي هي بالقاعدة اللي موجودة في الاليفيشن في الوضع الاليفيشن زي ما هو واضح قدامنا. وبالنظرة لهذا الشكل نلاحظ حاجة، نلاحظ ان اول ستيب اتخذت من نقطة الاصل في اتجاه المحور على اليمين دي اللي هي طولها 20 ملي اللي هي عرض المستطيل الصغير اللي موجود اسفل الاليفيشن، والخط الرأسي اللي طلع من نقطة الاصل في الاتجاه الرأسي ده الارتفاع بتاع القاعدة كلها اللي هو المفروض يبقى 40 ملي اللي هو ارتفاع ضلع المربع الصغير اللي هو موجود في اسفل الاليفيشن زائد ارتفاع القاعدة نفس القاعدة اللي هي الافقية اللي مكتوب عليها 20 متر في الاليفيشن، وبالتالي يبقى كام؟ 40. كذلك في الاليفيشن الخط اللي هو في اخر المسموح حاليا في اخر الشكل من ناحية اليمين في اعلى الخط الرأسي ده كام؟ 40 ملم اللي هو ارتفاع حرف اليو من فوق خالص. احنا اتفقنا حرف اليو معمولة في القطعة الافقية من الجزء اللي هو حرف ال، فهو هيظهر لي هنا في الايزومتريك في اقصى اليمين لاعلى اللي هو الخط الرأس ده بطوله كان 40 ملم زي ما هو واضح قدامنا. بعد كده اركب على في الايزومتريك اركب شكل اللي هو الشكل الحرف يو اللي هو باين في البلان، طبعا هيركب فين؟ على الجزء في الاليفيشن على الجزء الاقصى في اليمين لاعلى. وطبعا نتفق ان مسقط الاليفيشن كل الخطوط الافقيه اللي فيه هتيجي على زاويه او موازيه للمحور اللي مايل ب 30 درجه ناحيه اليمين، والخطوط الرأسيه رأسيه، وكل الابعاد حقيقيه يعني ال 40 مللي تتحتم 40 مللي، ال 50 مللي 50 مللي، 80 80 وهكذا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للسايد فيو نفس الكلام، كل الخطوط الرأسيه بتيجي رأسيه، والخطوط الافقيه بتيجي مايله على زاويه 30 درجه ناحيه اليمين. طب والبلان اللي هو حاليا دلوقتي قدامنا نفس الكلام، في البلان كل الخطوط الرأسيه بتيجي خطوط مايله بزاويه 30 درجه ناحيه الشمال، وكل الخطوط الافقيه بتيجي خطوط مايله ب 30 درجه ناحيه اليمين. يبقى اذا في البلان خطوط دايما 30 درجه شمال او 30 درجه يمين، الرأسي بيجي 30 درجه مايل 30 درجه ناحيه الشمال، والافقي مايل 30 درجه ناحيه اليمين زي ما واضح قدامنا. وبالتالي عشان ارسم حرف اليو ده في الايزومتريك افتكر الابعاد بتاعته كلها موجوده، ان البعد الخارجي بتاع الايزومتريك 120 والبعد الداخلي بتاعه 80 زي ما واضح في البلان عندي، والعمق 40. فانا اقدر كده ارسم الشكل اللي هو مرسوم قدامنا دلوقتي في الايزومتريك، او الجزء اللي مرسوم قدامنا في الايزومتريك. لما بص الايزومتريك اللي رسمته لحد دلوقتي هلاحظ حاجه، هلاحظ ان حرف اليو في ضلع من الاضلاع بتاعته اللي هو مائل بزاويه 30 درجه ناحيه الشمال ضلع غير كامل اللي هو جزئين. في الواقع الجزئين دول كل جزء منهم طوله 40 ملي، ما هو الجزئين دول جزء منهم علوي وجزء منهم تحت ناحيتي انا وانا قاعد. فالجزء التحتاني ده في الواقع ده بيمثل لي المستوى او الخط في المستطيل الاحمر اللي موجود في البلان، الخط اللي مكتوب عليه 40 ملي في المستطيل الاحمر السفلي اللي موجود في البلان على ناحيه الشمال. والخط الثاني بيمثل لي الخط الثاني اللي موجود في الايزومتريك اللي هو طوله برضه 40 ملي اللي هو على نفس امتداد الخط الاولاني
ده بيمثل لي الخط المماثل للخط المكتوب على 40 بس في المستطيل انه اللي على الشمال لفوق في البلان. اذا هبتدي انا دلوقتي ايه اشتغل دلوقتي على اول مستطيل اللي هو على اسقط اول مستطيل اول او اول مستوى اللي هو بالنسبه للمستطيل اللي في البلان اللي على الشمال لاسفل. وهلاحظ حاجه ان هو هيجي لي هذا المستطيل هيجي لي هيسقط بالمستطيلين اللي احنا شايفينهم، مستطيل راسي ومستطيل افقي. المستطيل الافقي هو نفس المستطيل اللي ظهر في البلان، والمستطيل الراسي هو ده هو. وانا باصص في الاليفيشن بيديني الخط طول ضلع المربع اللي هو ناحيه اليمين، المربع الموجود في الاليفيشن اللي هو المربع اللي جواه الدايره. يبقى اذا الضلع اللي هو على اليمين خالص ده بيمثل لي المستطيل الراسي اللي انا رسمته حاليا. وبالتالي دول مستويين متقاطعين، احدهما راسي والاخر او احدهما جانبي والاخر ايه افقي. الجانبي اللي هو الراسي والافقي اللي هو ايه ظاهر قدامي ايه افقي زي ما انا شايف. ودلوقتي بعد ما انا عملت الخطوه دي قدامي حاجه من اتنين، اما ان انا اسقط السايد فيو او اكمل اسقاط المستويين اللي هم موجودين في الايزومتريك اللي هو برضه مستوى الافق ومستوى الجانبي اللي هم موجودين ايه من الناحيه الثانيه. انا هنا ابتديت رسمت الايه السايد فيو، وهلاحظ ان السايد فيو اهو طلع لي بالشكل اللي قدامنا ده، وكل ابعاده انا ممكن بسهوله اطلعها من على من المسقطين اللي هو مديهم لي. وبالتالي فانا ابتديت من نقطه الاصل وبص للخط اللي مرسوم على الخط المايل ناحيه الشمال، هلاقي ان الخط دون اول قطعه منه طولها 40 مللي اللي طالعه من نقطه الاصل، ثم في نهايتها بطلع لاعلى 20، ثم امشي افقي مسافه 40، ثم انزل 20 لتحت، ثم اكمل 40، وهوصل للنقطه اللي هي في نهايه متوازي المستطيلات على المحور المايل ناحيه الشمال، بشرط ان المسافه بين هذه النقطه اللي انا وصلت لها ونقطه الاصل هي المسافه ال 120 ملم. من هذه النقطه النهائيه دي بطلع لفوق مسافه 40، ثم اخد خط موازي للمحور المايل ناحيه الشمال بطول 40، واطلع لفوق برضو بمسافة قيمتها 40 عشان اوصل للشكل اللي قدامي. وهذا الجزء دلوقتي يبقى كما لو اني ابتديت اسقط كمان ايه السايد فيو وركبته في الايزومتريك زي ما هو واضح ايه قدامنا. هستكمل بعد كده خطين اللي هم رسمناهم قدامنا دلوقتي. اول خط من الخط الرأسي اللي جاي من الكتف بتاع اليو شيب او شكل حرف اليو دول راسي لاسفل، والخط الثاني برضو عند اليو شيب اللي هو مايل بزاويه 30 درجه ناحيه اليمين. وبعد ما عملنا دول يبقى احنا كده حددنا النقاط اللي هي هيبتدي عندها الركن الدائري او الربع دايره المعموله في الشكل على شكل مربع الموجود في الاليفيشن اللي هو في السنتر بتاعه موجود ايه الدايره. وبالتالي فانا دلوقتي المفروض دلوقتي ايه اعمل حاجتين. ارسم اول حاجه الاليبس اللي هو الاسقاط المظهر بتاع الدايره في الايزومتريك بالنسبه للثقب اللي موجود. تاني حاجه امثل كمان حرف المربع اللي هو ايه واخد شكل ربع ايه دايره. عشان اعمل الاثنين دول الاحظ ان الاثنين دول ليهم نفس المركز في الاليفيشن، يبقى لازم احدد هذا المركز على الايزومتريك. ودي من اهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعملها. المركز واضح قدامنا بنقطة زرقاء في الايزومتريك. النقطة دي بالتأكيد انا بشتغل دلوقتي في ايه في 3 دايمنشن في 3D، يبقى النقطة دي ليها احداثيات اكس واي وزد. اجيب بعد هذه النقطة عن اي نقطة عندي معلومة او مرسومة. انا هشتغل دلوقتي على نقطة الاصل اللي هي عندي اللي هي ايه تلاقي المحاور الثلاثة اللي انا برسم عليهم الايزومتريك. هلاقي ان المركز ده هو بيبعد بمسافة 40 وانا عاملها بسهم بني اللي هي موجودة على البلان اللي هي المسافة من حرف البلان الشمال لغاية السنتر لاين.
موجوده ايضا على الاليفيجن من حرف الاليفيجن الشمال لغايه السنتر لاين بتاع الدايره. يبقى ده اول حاجه، ده الاكس بتاعتها، والاكس بتاعت المركز ده بايه؟ ب 40. يبقى انا اجي من نقطه الاصل وامشي ناحيه اليمين على الاتجاه المائل 30 درجه 40 ملم. بعد كده لو بصيت في الاليفيجن هلاقي ان المركز بيبعد عن النقطه اللي انا باسمها نقطه الاورجن مسافه، مسافتين في الاليفيجن واضحه، مسافه 40 ملي معموله بالازرق اللي هي لغايه السطح، الخط اللي بيمثل لي السطح الافقي، المستوى الافقي اللي موجود عندي، وبعد كده 40 متر اللي هو بين السنتر لاين بتاع الدائره وبين السنتر لاين وبين المستوى الافقي اللي هي ايه اللي موجود عندي في الشكل. هطبق هذا الكلام على في الايزومتريك، فهطلع من نقطه اللي انا رسمها دهيا اللي هي نقطه الاصل، انا مشيت في اتجاه اكس 40 اللي هي البني، وبعدين هطلع من نهايه السهم بتاعه ال 40 دول مسافه لفوق 40 و40 يعني 80، هوصل لنقطه جديده. يبقى انا كده خدت عينت الاكس والواي لهذه النقطه. يبقى الزد، الزد واضحه في المسقط البلان اللي هي بين السطح الخارجي خالص، السطح الخارجي خالص والسنتر لاين اللي هي المسافه 40 ملم معموله باللون الاصفر. هروح ماشي في الاتجاه المايل، في الاتجاه المايل ناحيه الشمال 40 ملي، حوصل للنقطة، ودي تعتبر هي دي النقطة الايه؟ نقطة السنتر بتاعة الاليبس اللي هرسمه الوجهي الخارجي للتقب اللي انا ايه؟ عايز ارسمه اللي ممثل عندي في الفيجن بالدايرة. طيب انا وصلت لهذه الدايرة، ايه بقى اللي المفروض اعمله؟ انا هتكلم دلوقتي هنطبق كل الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده. ليه؟ اول حاجة عندي المحورين اللي هو المحورين، المحور الاخضر اللي اعمل محورين عند النقطة دي، محور مايل 30 درجة ناحية اليمين ومحور مايل 30 درجة ناحية الشمال، واخذ عليهم المسافات من النقطة اللي انا حددتها اللي هي السنتر دي، اخذ عليها المسافات اللي هي نص قطر الدائرة. طب الدائرة قطرها كله 40 ووضع في الالفيجن، يبقى اخذ ايه؟ 20 على يمينها و20 على شمالها، و20 تحتها و20 فوقها على المحورين اللي هم هيبقوا موازين، موازين محور اكس وموازين محور واي، وهحدد الاربع نقاط اللي هرسم منهم المعين. يعني من الاربع نقاط دول النقطتين على المحور اللي هو موازي الاكس هاخد خطين رأسيين عندهم، والمحورين الموازيين للزد هاخد برضو خطين موازيين مايلين ب 30 درجه ناحيه اليمين، هيتقاطعوا الاربعه مع بعض وهيدوني الايه؟ المعين. اوصل القطر الكبير للمعين، واعمل كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها في طريقه رسم الاليبس، وهوصل بعد كده الى شكل الاليبس اللي مرسوم قدامنا. نلاحظ ان الاليبس ده زي ما قلنا ليه مركز، وهذا المركز هو مركز هذا الاليبس ومركز الجزء الدائري اللي هو الحرف الدائري بتاع المربع اللي احنا عايزين نعمله. اذا من هذا المركز هكرر العمل اللي انا عملته قبل كده، وهو ان انا هعمل برضو محورين، المحور اللي هو بيموازي الخط المائل ناحيه اليمين عند هذا المركز، اعمل محور تو سنتر لاينز، واحد مائل ناحيه اليمين بزاويه 30 درجه والاخر مائل ناحيه الشمال بزاويه 30 درجه، وهاخد عليه انصاف اقطار. انهي انصاف اقطار بقى؟ انصاف اقطار قيمه كل منها 40 ملم. ليه؟ دي بتاعت الربع دايره اللي موجوده في الاليفيشن بتاعت الشكل المربع، وبالتالي هيبقى عندي عند النقطه دي يمينها وشمالها في نقطه على 40 ملي ونقطه تانية على بعد 40 ملم، وفوقها ومن امام برضو في الاتجاه المايل على 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 الشمال في برضو نقطه على بعد 40 ونقطه على بعد 40. من هذه الاربع نقاط هرسم اربع اضلاع هيتقاطعوا مع بعض ويشكلوا لي المعين. نلاحظ حاجه ان الاربع اضلاع دول اثنين منهم مايلين بزاويه 30 ناحيه اليمين والاثنين التانيين مايلين بزاويه ناحيه الشمال، وهكرر العمل هرسم برضو قطر في هذا المعين القطر الكبير، وهرسم ايه؟ واكمل الخطوات كلها لغايه لما ارسم الربع الدائره او ربع المنحنى اللي هو بيمثل لي الاليبس او يمثل لي جزء من الاليبس اللي بتمثل لي ربع الدائره اللي موجوده عندي في الاليفيشن اللي هي بتكمل لي الشكل المربع زي ما هو واضح امامنا دلوقتي.
استكمل هذا الكلام ان نعمل كمان ايه جزء من الالبس الثاني اللي هو في نهايه التخانه بتاعه هذا الجسم اللي هو شكله مربع بركن مدور، وبالتالي القوس الثاني او الجزء من الالبس الثاني هتلاقيه مماثل للجزء من الالبس اللي انا رسمته دلوقتي. ولكن كل المشكله ايه؟ ان السنتر لاين بتاعه بيبعد عن السنتر لاين بتاع هذا الالبس مسافه هي تخانه هذا الايه الجزء اللي على شكل حرف سي، وده تخانته كام؟ 40 مللي. يبقى انا لو جيت من النقطه المركز بتاع الالبس اللي هو في الوجه اللي امامي اللي رسمت منه الالبس الكامل والجزء من الالبس، ومشيت على الخط المايل لاعلى، الخط المايل ناحيه الشمال لاعلى، مسافه تساوي تخانه هذا الجزء اللي هو كام؟ اللي هي 40 مللي، اللي هي 40 مللي. هوصل لمركز جديد، هذا المركز الجديد اكرر فيه نفس العمل السابق اللي هم المحورين تو سنتر لاينز او تو سنتر لاينز، واحد مايل ناحيه اليمين ب 30 والثاني مايل ناحيه الشمال ب 30، واحط عليهم برضو اربع نقاط، كل نقطه من دول بتبعد عن المركز بتاع الالبس الجديد دون مسافه 40 مللي، واوصل القطر الكبير ميجر ديامتر، واكمل كل الخطوات عشان في النهايه اوصل لشكل الالبس الجديد او الثاني اللي انا ايه عايزه، زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي في الايه في المنظور. بعد كده هكمل بعض الخطوط اللي بتديني المستوى القاعدة، السطح العلوي للقاعدة، بس من الناحية ايه الخلفية بعد الجزء اللي هو ايه اللي فيه الثقب الدائري دون او الثقب اللي على حرف إليبس زي ما هو قدامنا كده. وبكده يبقى انا مثلت الشكل ايه كاملا ورسمت الايزومتريك ايه بتاعه. ودلوقتي منظر قدامنا ده كمان بيوريني شكل الايه الايزومتريك مرسوم برضو ايه بطريقه تانية بطريقه مربعات، لكن احنا ايه كده عرفنا ازاي نرسم الايزومتريك لجسم موجود فيه اجزاء اسطوانيه عن طريق رسم تمثيلها بايه بالاليبس.